مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم. وصلنا إلى يونت 3B من الصفحة رقم 32. 32. راح نبدأ نقرأ ونحل. Listen again and write notes. استمع مرة أخرى واكتب notes. اكتب ملاحظات. The people in the pictures have all done something. الأشخاص اللي بالصورة كلهم سووا أشياء. What is it؟ ما هي هذه الأشياء؟ خلنا نروح نقرأ الملف الصوتي ونترجمه وبعدين نجي نحل. وصلنا إلى الملف الصوتي، رح نقرأ ورح نترجمه. Presenter بمعنى المقدم. You will hear different people talking. رح تسمع مختلف الناس يتكلمون. Listen استمع. Number one. Maryam, there. We've done the glasses. Glasses بمعنى أما تأتي معنا نظارات أو تأتي بمعنى glass بدون قبغ، يعني glass هو نفسه، أوكي؟ بمعنى إنه إحنا أكملنا glasses هو glass. I think we've finished. يعني أعتقد إنه إحنا finished بمعنى كملنا. Thanks for helping. شكرا للمساعدة. سميرة. إذا قاعد تشكر هي الما قاعد تشكر سميرة. سميرة. Oh sorry. مريم. I've found these cups. أني لقيت these cups. هذه الكابس بمعنى الأقداح. Oh never mind. Never mind يعني لا تهتم. Put them in the bowl. ضعهم في الحوض. Bowl بمعنى الحوض. Please. Sound of water. صوت المياه. They'll just take a minute. رح تاخذ فقط minute دقيقة واحدة. They'll just take a minute. Washing up sounds continue. Washing up يعني غسل. صوت غسل الصحون يستمر. There we've finished. احنا شنو كملنا. Thanks سميرة. شكرا سميرة. سميرة it's a pleasure. من دواعي سروري. وصلنا إلى presenter number 2، إلى المقدم رقم 2. ملاك. I'm bored with this puzzle. أني ملولة يعني مليت ويا هاي البازل. البازل هي الحزورة اللي تمليها أنت على شكل فراغات، تلقى الكلمات وتكتب الكلمات بيها. Come on, let's go outside. لنذهب خارجا. المن تقول تقول come on. No, no, ملاك. Look, we just need one more. نحتاج look انظري نحتاج فقط إلى واحدة أخرى. Number 6. الرقم 6. The clue is clue بمعنى الدليل أو اللغز. Is there are two in the school year. هناك اثنان in the school year. في school يعني بالمدرسة، في سنة المدرسة. 8 letters. 8 أحرف. ملاك. What does it begin with. بماذا تبدأ. أوكي. بشنو تبدأ يعني لقوا فت كلمة بتقول له بشنو تبدي يعني بيا حرف تبدي. Come on, I don't know. لا أعرف. But the one. كمل قراءة. Two. Sixth letter is T. واحد اثنين والletter الحرف السادس هو T. There are two in the school year. هناك اثنان في سنة المدرسة. That's easy. هذا سهل. I've done it. أني سويته أو فعلت هذا الشيء. Come on. هيا. We've finished. إحنا كملنا. We can go something else now. We can do something else now. بإمكاننا إنه نسوي شيء آخر الآن. يعني هم سووا حلوا اللغز وقالوا خلي نسوي شيء آخر بعد ما حلينا اللغز. Come on, hang on. Hang on
يعني انتظر. I don't know the answer. أنا ما أعرف الجواب. وصلنا إلى presenter number 3، المقدم رقم 3. Keep going. Keep going بمعنى استمر. Jim. Not much farther. ليس كثيرا بعيد. Just a few meters. فقط بعض من المترات. Just a bit higher. فقط a bit بمعنى قليل، و higher أعلى، فقط شوي أعلى. Here goes I've done it. Here goes I've done it. هي okay أو هنا نذهب. I've done it. أني فعلتها. I've reached the top. أني وصلت إلى القمة. Top القمة. What a fantastic view. Fantastic view يعني منظر رهيب أو منظر رائع. Presenter number 4، المقدم رقم 4. Pass me that small brush. مرر لي هذه brush، الفرشاة الصغيرة. Will you please، هل بإمكانك رجاءا؟ Thanks، شكرا. Do you want more paint؟ هل تريد المزيد من؟ هل تريد المزيد من paint الطلاء؟ No, I'm fine for paint. لا، أنا جيد في paint، قلنا الطلاء. Just this last bit. فقط هذا آخر شيء. There, that's better. هذا جيد. Nice color. لون جميل. Isn't it؟ هل هو كذلك؟ Looks like a new gate. يبدو ك باب جديد. الجيت عادة تكون الباب الكبيرة، تكون بالمقدمة يعني البوابة الكبيرة. Presenter number 5، المقدم رقم 5. Two chocolate ice creams. Ice cream من عندها 2 شوكولا. Please، thank you، شكرا. Hold this. Hold these. Hold this بمعنى hold يعني امسك هذه. A minute دقيقة. Will you سارة، هل بإمكانك سارة؟ While I get the money، بينما أحصل على المال. Oh no. What's the matter، ما هو الموضوع؟ My purse. Purse بمعنى محفظتي. With all my money in it، مع كل المال اللي بداخلها. It's not in my bag، هي ليست في حقيبتي. Your pocket بمعنى المال. Pocket أيضا تأتي بمعنى المال، مو فقط الماني، البوكيت أيضا، وتأتي في معنى الجيب أو الكيس أو التجويف. No, I've left it at home. لا، أنا تركتها وين؟ بالبيت. Oh, what can we do؟ ماذا بإمكاننا أننا نفعل؟ يعني شنو شرح يصير؟ شنو بإمكاننا أنه نسوي؟ The ice creams are melting. الآيس كريمز شبيهة melting، تذوب. Don't worry، لا تقلق. Hold the ice creams، امسك الآيس كريمز. I don't think I've forgotten my pears. أني ما أعتقد أنه أني نسيت pears المحفظة. No, here it is. لا، إنها هنا. How much؟ How much كم المبلغ؟ وصلنا إلى presenter number 6. This game is difficult. هاي اللعبة أو هذه اللعبة. Is difficult صعبة. Isn't it؟ أليس كذلك؟ Yes it is، نعم إنها كذلك. I just bought it yesterday، يعني أنا اشتريتها yesterday البارحة. اشتريتها البارحة. I don't think we can do it، أنا ما أعتقد إنه ممكن إنه نفعلها. Yes we can، نعم نستطيع. Let's try again، لنجرب مرة أخرى. Look، انظر. I think، أنا أعتقد. I've got one، أنا حصلت على واحد. Oh yes، and there's another one، وهناك another one، واحد
آخر. look انظر، get it يعني ب أو اجي الب. okay okay you've done it أنت فعلتها. you've done it أنت سويتها. right that's enough هذا enough كافي. will play it again later هنا اختصارا لكلمة we will play يعني راح نلعب it again later مرة أخرى. switched off the computer now switch off the computer now switch off بمعنى اطفئ الكمبيوتر الآن. الجواب راح يكون كالآتي، كملنا الملف الصوتي، كملنا ترجمة الملف الصوتي، راح نبدأ رأسا نحل. number one done the washing up كملوا washing up الصحون. number two finished the puzzle كملوا البازل، طبعا هنا اثنين زيت مو ثلاثة، يمسحوا واحدة من عندها. كملوا حل اللغز. climbed a mountain سوى تسلق جبل. painted gate painted قلنا بمعنى صبغ. okay gate بوابة أو باب كبير. five forgotten money نسيت المال. و six played computer game بس ملاحظة هنا أنا played okay ناسي أكتب الإي دي هنا فاكتبوها هنا لأن هو أصلا كله ده يحكي بالمضارع التام. إذا played يلعب للعبة بالكمبيوتر. انتقلنا إلى C listen again and try to work out the meaning of these words and phrases استمع مرة أخرى وحاول أن تجد meaning معاني of these words هذه الكلمات and phrases phrases الجمل أو العبارات. it's a pleasure إنه من دواعي سروري. hang on تمسك. higher أعلى. better أفضل. melt يذوب. switch it off بمعنى يطفئ، طبعا المقصود به بالإت قصد الكمبيوتر يطفئ الكمبيوتر. إذا هذا كان ترجمة الكلمات، ما رجعنا استمعنا مرة ثانية لأن إحنا أصلا قرينا الليسنينج فرأسا حلينا. انتقلنا إلى بيج 33 D now use your answers in exercise B to write sentences الآن استخدم إجاباتك بالإكسرسايز B بالتمرين B to write sentences حتى تكتب جمل. طبعا المقصود بالإكسرسايز B هو هذا الإكسرسايز. أوكي إحنا كتبنا جمل منقوصة فقط الفعل وتكملة الجملة، ما كتبنا فاعل وفعل مساعد، ما كتبنا جملة مفيدة، فقط جملة قصيرة. لذلك إحنا راح نكتب رأسا الجمل. The two ladies اللي هي الصورة الأولى have done the washing up خلصوا غسل الأطباق. number two ملاك and كمال have finished a puzzle ملاك وكمال كملوا الحزورة. Jim Alan has climbed a mountain Jim سوى تسلق الجبل، طبعا هنا اسمه Jim Alan. Four, the two men have painted a gate. اثنين من الرجال painted طلعوا a gate يعني البوابة. هنا five كتبتها هنا لأن هنا عندهم مشكلة بالتنقيط، ناسين يحطون رقم اثنين، فأني كتبت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كتبتها هنا وبعدين هو مطيني ستة. إذا إيمان has left her money at home. إيمان نسيت النقود في البيت. Six, the two girls have played a computer game. اثنين من البنات يعني البنتان have played يعني لعبوا لعبة بالكمبيوتر. إذا هذا راح يكون الحل حسب التمرين B وحسب ما سمعنا بالليسنينج. انتقلنا إلى lesson 5 الدرس الخامس A look at page 23 of your student's book find the verbs and complete the table انظر إلى صفحة 23 بكتاب الطالب
find the verb بمعنى جد الأفعال وأكمل table هو هذا المقصود به. الحقيقة verb الأفعال هنا أنا عندي ومطيني past participle يريد من عندي أسوي PP هو الشكل الثالث للفعل أو التصرف الثالث للفعل. ملاحظة احنا سبق واخذنا افعال ايضا وصرفناها بالدرس السابق، فايضا هذا الدرس مع الدرس السابق تصير عندي مجموعة لا بأس بيها من الافعال اللي لازم تحفظوها. خلينا نبدأ نقرأ. go gone eat eating. go بمعنى يذهب، eat يأكل، drink يشرب drunk، take يأخذ taken. okay. buy bought. read read. نفس الإملاء لكن اللفظ يختلف، كأنه دا أقول red red بمعنى أحمر، كأنه دا أقول أحمر بالإنجليزي. forgot forgotten. forgot بمعنى ينسى، forgotten هو التصريف الثالث الفعل، و given هنا أكو نقطة. given give يعطي، given أعطى وهو التصريف الثالث الفعل. be now complete these questions and answers about the people on page 23. الآن أكملوا هذه الأسئلة والأجوبة عن الناس اللي هم بصفحة 23. يعني تروحون أول مرة صفحة 23 تشوفون الفيديو الخاص بصفحة 23، بعدين يلا تجون تحلون هذا التمرين. رح نبدي. هاي صفحة 23. نعود إلى كتاب النشاط. Number one. Has أحمد gone to the park؟ هل ذهب أحمد إلى البارك؟ No, he hasn't. كلا لم يذهب. القاعدة هي no زائدا pronoun. pronoun هو ضمير أو اسم الإشارة. Okay. اللي هو he, she, it, they, we, you, I زائدا hasn't أو haven't باعتبار أني ما طول. هنا أنا جاوبت بنو فراح أحط not هنا لأنه النو أوكي لازم أكون not بالجملة دلالة على النفي، فهي hasn't. أوكي هذا اختصار لي has not. بعدين أبدي أصحح الجملة. He has gone to the beach. هو راح للشاطئ. شلون أنا عرفت؟ عن طريق الصورة اللي عندي بكتاب الطالب اللي بصفحة 23. Two. Has Tamara forgotten her pen؟ هل تمارا forgotten نسيت her pen قلمها؟ No, she hasn't. لا لم تنسى. She has forgotten her English books. نسيت كتب الإنجليزي. 3. Why is Zina excited? لماذا زينة متحمسة؟ Her father has bought her a new computer. Her father أبوها has bought اشترى لها a new computer. كمبيوتر جديد. طبعا مثل ما تشوفون زمن الفعل مضارع تام اللي هو فاعل زائدا has زائد تصريف الثالث الفعل. شوف هنا has زائد تصريف الثالث الفعل، هنا has زائد تصريف الثالث الفعل. 4. Why is سلمان frightened؟ لماذا سلمان كان frightened خائف؟ He has just read a ghost story. لأن هو توّن قرأ story قصة عن الغوست عن الشبح. إذن هذا هو الحل ل B الموجود بصفحة 33. ننتقل إلى page إلى صفحة 34. 34. Find 11 words to describe feelings. Read from left to right and from top to bottom. جد 11 كلمة 11 كلمة to describe feelings حتى توصف المشاعر. إذا هنا عندنا صفات للمشاعر. Read from left اقرأ من اليسار لليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. هنا
اوكي انا كان المفروض اسويها لكم احوطها بهذا الشكل لكن ما رحمت عندي بالفوتوشوب لذلك سويتها بهالطريقه هاي. الكلمات راح تكون كالاتي، انا كتبتها لكم هنا thirsty بمعنى عطشان. وين موجوده هاي الكلمه؟ هنا شوفوا منها تبدي thirsty. زين هسه نبدي upset. upset وين موجوده هاي الكلمه؟ حياتها هاي الكلمة upset. upset بمعنى حزين. angry طبعا احنا انا ماكو اي هاي الاي خطأ شيلوها رأسين جي ار واي حياتها الكلمة angry. angry بمعنى غاضب. tired. tired بمعنى متعب حياتها الكلمة tired حياتها. hungry. hungry بمعنى جائع. طبعا اللفظ مالتها يشبه كلمة angry. okay angry hungry. angry غاضب والhungry جائع. hungry هاي الكلمة هياتها. الكلمات اللي راح تكون from left to right من اليسار الى اليمين. sad هياتها الكلمة sad. sad بمعنى حزين. وsick بمعنى مريض. sick هيات هالكلمة هنا مكتوبة. أنا رجعت كتبت الأحرف بالبداية بالقلم الأحمر حتى تعرفون بداية الكلمة ونهاية الكلمة. frightened. frightened أوكي يعني خائف أو مخيف. frightened هيات هالكلمة هنا بدأت بF وانتهت بD. عندنا happy. happy بمعنى سعيد. الكلمة هياتها happy هاي كلها كلمة واحدة. excited. excited بمعنى متحمس هياتها لكن بس انتو جروا خط منا من الاي اوكي excited اوكي اذا هاي كلها تبدأ من الاي مو من الاكس. واخرا great. great بمعنى عظيم. خلينا نشوف كلمة great هياتها كلمة great. إذن الإجابة راح تكون بهذا الشكل. أنتم ممكن تستخدمون أسلوب الحويطة يعني مثل ما نقول أوكي تحاطوها للكلمة. والكلمات راح أعيد قراءتها thirsty upset angry tired hungry sad sick frightened happy excited و and great. مثل ما قلت لكم هنا angry شيلوا الاي اللي هنا زائدة ماكو اي هنا. اخر شيء قايل compare your answers قارن اجاباتك. هسه اجاباتك صحيحة لو مو صحيحة؟ نعم صحيحة. وعندنا 11 كلمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صارت عندنا 11 كلمة. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وإلى اللقاء. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتم ما مشتركين. إلى اللقاء.